للمزيد من التفاصيل حول هذا الملف بينضم إلينا الآن عبر الهاتف الكاتب الصحفي الليبي الأستاذ حسين مفتاح، نائب رئيس تحرير بوابة إفريقيا اليوم. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك، مرحبتين بكم وبالمشاهدين الكرام. أهلا بك. يعني في البداية، إيه اللي بيحصل في دارنا؟ طمنا على آخر الأوضاع، أعداد الناجين، أعداد المفقودين، أحوال الأهالي، المنازل، محتاجين حضرتك تطلعنا على آخر التفاصيل من خلال متابعتك. مدينة درنا هي بالفعل أصبحت مدينة منكوبة بما تعني الكلمة من معنى، بالنظر إلى فداحة الكارثة وبالنظر إلى الموقف على الأرض. خمسة أحياء رئيسية من أحياء المدينة، من بينها أهم حيين تقليديين قديمين في المدينة، قد انهارا تماما وقد جرفتهم السيول، بل إن بعض هذه الأحياء لا تزال في تحت مياه البحر. أيضا تحت هذا الركام وتحت هذه الأوحال التي زحفت بعد انهيار سدي وادي درنا، لا تزال جثث الضحايا والأعداد إلى حد الآن في عداد مجهول تحت هذه الأنقاض. وصلت العديد من فرق الإنقاذ، سواء كانت الليبية المحلية أو العربية، من بينها جمهورية مصر العربية وبعض الدول العربية الأخرى، دول الخليج العربية، السعودية، الإمارات، تركيا أيضا، فرنسا، إيطاليا، العديد من الدول الأخرى تساهمت وحاولت أن تساهم في تقليل الأضرار. ورغم كل هذه الجهود والتي تشكر بالتأكيد، إلا أن الظروف لا تزال سيئة جدا، المأساة لا تزال في اتساع. تم إنقاذ عدد من الأحياء، ولكن آخر يومين بالأمس أعلنت في مدينة درنا بأنه لا أمال للوصول إلى أي ناجين، لا سيما أن بعض الفرق التي جاءت محاولة للبحث عن ناجين قد أكملت أعمالها وسحبت، مثل الفريق الإسباني وغيره. فالآن يصبح التعاطي مع الركام ومع الشوارع المنهارة ومع الطرق المقطوعة والبنية التحتية المتهالكة، عودة الاتصالات وعودة الكهرباء ومحاولة على أقل تقدير ترسية ممرات يمكن العبور عليها لفرق الإنقاذ وغيرها من الفرق. فالوضع لا يزال للأسف مأساويا في مدينة درنا التي تحولت في زمن وجيز جدا، يعني نتحدث عن ساعات قليلة تحولت من مدينة مهولة يسكنها حوالي 120 ألف ساكن إلى مدينة أشباح وركام وشوارع بالكامل منهارة للأسف. يعني تعزينا لكل من لقى حتفهم يعني أثناء هذا الإعصار أستاذ حسين. ودعني أسألك، يعني كيف تم نقل الألغام الأرضية والذخائر إلى أماكن أخرى نتيجة الفيضانات كما نبهت يعني الأمم المتحدة؟ لابد أن نشير هنا إلى أن مدينة درنا بشكل استثنائي شهدت أكثر من حرب خلال السنوات الأخيرة. مدينة درنا سيطرت عليها الجماعات الإسلامية المتطرفة منذ عام 2011، وتمكنت في 2012 من إعلان درنا إمارة إسلامية تحت إمرة تنظيم القاعدة وشورى درنا، ومن ثم دخلت على الخط داعش عندما أنشأ وتأسس هذا التنظيم المتطرف في 2014، وتحولت أيضا إلى عمارة إسلامية تابعة للتنظيم. دخل الجيش الليبي إلى تحرير المدينة في سنة 2016 و2017، حوالي ثلاث سنوات من القتال اليومي المتواصل في كل أحياء المدينة. فبالتأكيد في ظل وجود هذه المجموعات التي تعودت دائما أن تتعامل بالألغام والمفخخات والمتفجرات، إضافة إلى بقايا الحرب بشكل أكيد، يعني توجد ذخائر غير منفجرة، معدات عسكرية تحت الأرض، بالتأكيد أن
ما شهدته مدينة درنة من انجرافات ومن من تغير جغرافي وتوبوغرافي. يعني خرجت الآن أودية جديدة بسبب السيول، وظهرت هضاب وتلال جديدة بسبب الركام. هذا التغير التوبوغرافي كشف بالتأكيد على العديد من هذه المخلفات والمتفجرات وغيرها، بالتأكيد وجود قوات الجيش الليبي وأيضا بمساعدة مباشرة من قوات الجيش المصري الذي ينتشر أيضا تنتشر مفارز أساسية تشارك في عمليات الإنقاذ، أيضا يتعاملون مع مثل هذه المخلفات. ولكن هذه المخلفات موضوعة بشكل عشوائي، ليست حتى ألغام مزروعة بخرائط يصعب الوصول إليها بشكل نهائي، وخطر تفجرها في الأهالي أو حتى في فرق إنقاذ وارد بشكل كبير. لم تسجل حتى الآن حادثة معينة بعينها انفجرت أي من هذه المخلفات، ولكن خطر وجود هذه المخلفات بالفعل قائم، وهو تحدي لا أعتقد أنه سينتهي بانتهاء عمليات الترميم المبدئية أو المعالجة المبدئية، سيستمر إلى مدة طويلة، نتمنى أن لا تتجاوز السنوات القادمة. فهذا خطر معتاد، كل المناطق التي مرت بحروب دائما ما تبقى هذه المخلفات على الرغم من صحيح محاولات تجميع. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ حسين مفتاح الكاتب الصحفي الليبي، وطبعا يعني بنتمنى السلامة لكل أهالينا في ليبيا وتحديدا في مدينة درنة اللي سطر أبنائها قبل كده بطولات في مواجهة التنظيمات الإرهابية، وقادرين الحقيقة أن هم يعملوا بطولة جديدة بتجاوز محنة الإعصار والدمار اللي حصل هناك.